حي السكك، دور السكك. والله معاناتنا كهرباء، ها، والمي عندنا هذا بشارع النفط صار له 3 أشهر، يصلحون بوري ينكسر بوري ثاني، يصلحون بوري ينكسر بوري ثاني. والله ما اعرف، سيارات كبيره تدخل، تنكرات، ما اعرف، يعني ما اعرف ايش يدعون. مدارس، والله المدرسه، والله والنعم المقاول، سوانا مدرسة أحسن من قبل، هاي واحدة. ثانيا يعني عالي المدرسة مالتنا، يعني العدل دوام لحد الآن ما جاينا. هيئة التدريسية نريد نسجل أطفالنا، تعرف اللي يروح المستوصف مركز صحي أبوار ما أعرف أشنو تلقيحات، ولحد لا مستوصف ما عندنا، بس تجي سيارات داري، يعني ما مقصرين، يوم العمل الشعبي يوم بالكويترات، وهسه موجودين حاليا بالكويترات. يعني الخدمات هنا شلون تكون؟ خدمات بلديه والله تجي. والله كل مده تجي. بس هذا صار لهم اسبوع، صار لهم اسبوع شهاده لله، تنظيف عام، لا خلوا رصيف، لا خلوا باب الحوش، وتكرم المزبله غادي يمنا والله يشيلوها، العادل غير. مطالباتكم الحكومه شو تطالبون؟ والله نطالب اول شيء مثل ما قلت كهرباء شويه، يعني يعدلونا بالكهرب اول شيء. ثاني شيء اكو ناس متضررة، ما عندنا احد يبني بيته، ومعاناه يعني تعرف انت دور السكك. اللي معاناتنا والله معاناتنا هاي الوصاخ الزباله، شوف الانقاض هذه، روح شوف هنا ورا الحائط الزباله، بوارينا من هنا مكسره تجري، لا فيها بلاستيك اخويا. المدرسه هنا كامله بعد ما كملوا لنا، يبكي دامون طلابنا السنه هذه، والله تبهدلنا بالله العظيم. سجلناهم هاي بهاي الجسم هيك مجاني، ما اعرف شلون قاموا يداومون، وبعدين عزلت المدرسه، كل واحد سوى من الثاني جابوه على الخامس. جنازه شو يفتهم من الطالب؟ البلديه ما تجيكم هنا؟ والله البلديه ما تجي، البلديه بس منظمات عاد تجينا. يعني الماي الكهرباء؟ الماي زين بس البواري مكسره. يعني كل البواري مكسره؟ والله البواري مالنا مكسره، راح شوف هسه من غادي كلها شاديه من هذا تشوب متايات، هاي مال 480 العالم كلها اخذتها، احنا بقينا حتى احنا ما موظفين. تعويضات ما طلبوا؟ والله حرام، لا تعويضات وكل شيء ما شفنا. على موضوع المدرسه، طبعا هاي المدرسه كامله. شو اسمها المدرسه؟ مدرسه الحويزه، ما اعرف ايش سموها، قبل كان مدرسه الحويزه. وهاي من الصبح في تربيها هاي الطفلايه على المدارس ما يقبلوها، يقول على النقطه الجغرافيه. النقطه الجغرافيه المدرسه كامله بس كادر ما بيها، وما نعرف وين نروح بيهم هاي الجهال ما نعرف. يعني ايه والله احتارين، بس هاي راح ارجعها على البيت وايش اسوي؟ يعني هي كامله بس كامله كل شيء، ما بس كادر ما بيها. شو تطالبون؟ والله نطالب الوضعيه هاي يجيبون لنا كادر، وما احنا نظل يعني راحت على الفلاح، راحت على المدارس البقيه يقول لي على النقطه الجغرافيه. النقطه الجغرافيه اذا كادر ما بيها وين نروح بيهم؟ دور السكك، العمل الشعبي والكويترات والموظفين غادي. احكي لنا على معاناتكم هنا. معاناتنا اهم شيء، معاناتنا اريد تمليك 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 دور السكك. سنين عديده احنا نراجع على تمليك السكك، دور السكك لحد الان قال العقار دين فتح وقال العقار. احنا دور حكوميه استثناء من وزير العدل ومن وزير البلديات او شو مسؤول عن العقارات. هذول الوزيرين خلي يجون يتفاهمون مع محافظتنا ومع وزير النقل ومع مدير عام. تمليك دور السكك كافي، عانينا كثير عانينا كثير عانينا كثير، هذه اهم معاناة. اما باقي المعاناة تنحل، بس هذه المعاناة معقدة، ومع العلم انه كل الاجراءات من مسح والى خرائط والى موافقات اصولية كلها عندنا موجودة. نريد تمليك دور السكك كامل. بالنسبة لهذه المدرسة بدور السكك، افتحوها نسجل أطفالنا، نسجل بوادي حجر اشتراك 50 كل شهر كاملة مكملة، بس كادر ماكو، لا رحلات ولا كادر. وهاي المستشفى العسكري ياخذون 2000 دينار وينطوك الورقة كل شيء، لا علاج ولا ايش، حبة توجع راسي ينطوك ياخذون 2000 دينار. ايش هالوضعية هاي؟ لا علاج لا دواء.
اي شيء تريد بالمستشفى ماكو، وهاي المدرسه يريد يفتحوها. يعني اذا ما انفتحت المدرسه هالسنه ولدنا ما نوديهم على غير مدارس. هاي مدرسه ابو هريره. مدرسه ابو هريره داخل دور السكك. يعني العام طفلين ثلاثه دعموا بشارع وادي حجر من وراء الاشتراكات. بعد هالسنه ما نوديهم على غير مدارس، اريد تنفتح هاي المدرسه اذن نرتاح. يعني المدرسه كامله. والله الناشد وزير التربيه، الناشد المحافظ، الناشد المسؤولين، الناشد كل مسؤول موجود على هلا له علاقه بالموضوع.